مفيش حضرتك الكلام اللي بيقول لك البودره دي والحاجات دي، ده كلام مش مظبوط. الفول يا حضرتك بيتسوى، احنا بنولع عليها من الصبح، بيقعد لتاني يوم الصبح الفول. بس البودره اللي انت بتقول عليها حضرتك دي كلام مش مظبوط. والفول احنا بناكل منه وبنفطر، بناكل منه لغايه ما ندور ونروح بناكل، يعني بنفطر وبنتغدى فول. انا حضرتك من الصعيد، ما بفطر وبتغدى فول، ما فيش غير هي وجبه العشاء بس اللي باكلها بعيد عن المطعم. طبعا بكون روحت، حاجه بتقعد مثلا عشان تستوي السوى الطبيعي بتقعد 8 ساعات او 10 ساعات على النار. ده احسن حاجه فول هنا في مصر، لان هي اللقمه دي المضمونه اللي ما فيهاش غش. اللقمه اللي ما فيهاش غش. الفول والبصل واللقمه الشعبيه دي والليمون، الحاجات دي كلها صحيه، طالع نبات من الارض، حتى بتطلع البرد من الجسم. هم وليد لا مش في الاخضر. تسوي الفول ازاي؟ بنحط على حماله وشعله وتسيبه لحد ما يستوي كده وياخد راحته. زي ما انت قلت دلوقتي عليه، لو في ضرر ولا حاجه، انا اول واحد انا هتضرر. احنا واقفين في الشارع ليه؟ بنشتغل عشان ناكل الناس، ما عادوش اي حاجه خالص. اكل قدامك. حب الراجل ده طبق فول يا احمد. مش عاوز سلطه يا باشا. مش عاوز سلطه؟ ماشي. دوري برضه على السلطه برضه. ده مغر طحينة ومغر أي حاجة. عبد الراجل عم جنبيك أنا أول مرة في حياتي أكل الفول مغر طحينة. أكلت مغر طحينة، ممكن يقولوا يحطوا الطحينة حاجة، يحطوا على زيت مش عارف إيه، لكن إحنا بناكل. لا 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 لا، لو في حد اتضرر من فول كان ما كانش الحي، ما كانش يسابنا. الحي ده شغلانته إيه؟ مش بيخليش أي حد في الشغل، ما كانش يسابنا. كان أول واحد أول ما جاء قال لي يا ابني ما تفرش. كان اي حد من الناس السكان دولت كده كده بياكلوا فول. الناس السكان دول كلهم ابيض دول بياكلوا فول، مش حد ما بياكلش فول. العيال الاطفال الصغير بياكل فول. لو حد اتضر انا اقول واحد اتضر. كويس. منو لله اللي يقول على اي حاجه. طب بس سامع، بس هتاذيني زي ما انت شفته حضرتك المعلقه. يعني هقول له ايه يعني؟ اهو يجي وياكل. لا مين اللي قال الكلام ده؟ مفيش حاجه اسمها بنحط بودره وبنحط، معروف الفول بتاع عربيات الفول بيتحط عدس ورز، ده اللي معروف، حاجات طبيعيه. بس هو احنا بنجيب الفول وبنغسله حضرتك، وبنيجي بعد كده نحطه في القدره ونحط عليه الميه ونحطه على النار. بتقعد النار عاليه حوالي بتاع ساعتين، على ما الفوله بتغلي بتروح مهد النار. الساعة 8 بالليل بنيجي نحط المونة. المونة دي بقى اللي هي ايه؟ العدس والرز. الرز عشان يكتر الفول معاك شوية. الرز مطلوب بالنسبة، ما ينفعش هتبيع الفولة بفولتها كده مش يخسر معانا احنا. فاحنا بنجيب العدس والرز عشان على أساس ايه؟ بيعمل الرز بيعمل نشا مع الفول. تمام. واخدة بالك؟ فكل واحد وصنعته يعني. ده كلام فارغ، اللي يقول لك بيحط بودرة وبيحط الكلام ده. مفيش الكلام ده. معروف هم مش لاقيين حاجه يتكلموا فيها، شكلهم كده مش لاقيين حاجه يتكلموا فيها، ف بيعقوا على بتاع الفول. انا بقالي 20 سنه هنا في المكان ده، طبعا ما حدش اشتكى. اسال عليا حضرتك، انا هنا على مستوى شارع مصدق، على مستوى الدق كله الحمد لله معروف عم جمال بتاع الفول، بيقف في شارع مصدق. اسال اي حد علينا، والدنيا كلها كانت من عندنا، بل معظم النجوم كمان كانوا من عندنا. كنا زمان بنقف هنا في الكافيتيريا بتاعت خالد عجاج، عمرو دياب واحمد ادم والشله كلها، يعني جميع فنانين مصر. اسأليهم برضو على جمال بتاع الفول اللي بيقف في شارع مصدق، اللي كان شغال مع الاستاذ خالد عجاج في المطعم. مليون واحد هيقول لك الفوله بتاعت عم جمال ده عامله ايه. الحمد لله يعني من فضل الله. فقالت اللي بيقول لك ان احنا بنحط بودره وبنحط الكلام ده، لا لا ده كلام مش منطقي يعني.